السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكل المشاهدين الكرام، فهذا محبكم وحبيبكم عمر أبو حفصة وزينب النحيلي كيحييكم. كنقول لكم أخوتي مرحبا بكم من جديد، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، نسأل من الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. ولهذا يا أحبابي الكرام، على هذا المشهد الرباني، على هذا المشهد الجميل، هذا المشهد للخالق دياله هو الله، أي حاجة كنا فوق هذه الكرة الأرضية ولا في ما كانت، الخالق دياله هو الله. وكما نعلم كذلك كل شيء يسبح بحمده، كيف ما كان هذا الحي، حي جماد كيف ما كان يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن أنتم أيها الناس لا تفقهون تسبيحه، لا نفقه، كيف ما قال الله عز وجل في مثل قوله في حق بعض الناس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سأل الله السلامة والعافية من الغفلة. يوم كثير الناس صبحوا غافلين، هو واجد ولكن غافل. من بين الغفلة هذا الإنسان يا أخي الحبيب، كتلقى واحد إنسان ما شاء الله لقال في حقه ربنا جل في علاه، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا ربي العالمين حلف أربعة الحلفات بأنه خلقك في أحسن تقويم. الله عز وجل خلقك في أحسن هيئة، في أحسن صورة، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أشو قالك يا حبيبي؟ شو قالك مع رب العالمين؟ شو قالك مع ربي اللي خلقك وتنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى؟ هو قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا يا أحباب، على هذا المشهد حبينا هذه الرسالة أو هذه الموعظة، من حقنا أن نبعث برسائل، من حقنا نعظ بعضنا البعض. علاش؟ حيث ربي سبحانه وتعالى قال وصدق قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد من الذكرى، الذكرى فيما بيننا لا بد، إلا لك عندك شي قضية ماشي يدك. أما لكنت مسلم والزيادة من الإسلام، لكنت مؤمن حقيقي عندك الإيمان في القلب ديالك، الله أكبر، كتنشاط وكتفرح، كتقول الحمد لله مازال الخير في هاد الناس، يذكرون بالله ويذكرون بنعم الله ويذكروننا عن زلاتنا وعن أحوالنا. نعم يا أخي الحبيب. فيا أخي كيف ما كنعرفوا، هاي دابا الصيفية، الصيفية هادي الصيفية والناس كتكون فرحانة، مشيو للبحر، مزيانة تمشي للبحر، مزيانة تجيب ولادك للبحر، ولكن السترة، العفاف، تكون واحد البنت عفيفة، وحنا عارفين الحالة ديال البنت المسلمة كيفاش يكون الحالة ديالها في البحر. مرة حياء، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء، الحياء اللي قل، اللي قل في هذا المجتمع، المجتمع المسلم حياء، ولكن لا حياة لمن تنادي. الحياء كتلقى امرأة مسلمة مسكينة ما عارفاش، نشأت في واحد الأسرة غافلة طايشة في الملاهي والأحوال والتلفزيون، غير في داكشي اللي ما كيرضاهش ربي، غير داكشي اللي كيحبو الشيطان والعياذ بالله.
كيف ما قالوا شي ناس، يعني هكذا وجدنا آباءنا، صافي نعوذ بالله. ولهذا يا أخي ويا أخيتاه، عليك بتقوى الله عز وجل. حيت التقوى خص يكون عندك الخوف من الله. التقوى كيف ما فسرها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال لك التقوى الخوف من الجليل، الخوف من الله. ربي قالنا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن الحقيقي لا يخاف إلا من الله، النفع والضر بيد الله عز وجل. هذه تكون عندك عقيدة في القلب ديالك، اللي كينفع واللي كيضر هو الله فيما كنتي، فوسط البحار فوق السماء، راه اللي كيحفظ هو الله عز وجل. حنا ضعاف، خلق الإنسان ضعيفا، إنسان مسكين جهده محدود، واحد الخطأ كنعملوه شحال واحد يقول لك لا جهد إلا جهد الله، لا غلط، هذا غلط. الله سبحانه عز وجل ما عندوش جهد، لا 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 لا، ده خطأ. ربي سبحانه وتعالى عنده قدرة، ربي عنده كون فيكون. علاش؟ حيت الجهد كيكون محدود، الجهد عنده واحد الحد. إن شاء الله. مرحبا، مفهوم يا أحباب؟ الجهد كيكون محدود، كيف ما كنقولوا لبعضياتنا، شي واحد كتقول له وانت شكون شنو يكون الجهد ديالك؟ اما الله عز وجل عنده قدره، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحانه وتعالى. نعم يا احباب، ولهذا كيف ما كنعرفوا في موسم الصيف النساء كيعجبهم حالهم، ها كيجيو يتعرفوا في البحار وكيبينوا الزينه ديالهم الاجانب، نعوذ بالله. والله الله لا يرضى بهذا. نحكي لكم اخوتي واحد القصه كيف ما وقع دابا. دابا انتم كتشوفوا الصيفيه وهي بارده، حتى النساء دابا داك المتبرجات كيتعصبوا، خصهم تكون الشميشه بارقه وهادي، وهم محايدين عليهم والعياذ بالله، نعوذ بالله. كما يحكى، هذه وحده مراه ولا بنت عاجبه حالها كبحال كثير ديال خواتاتنا مساكن الغافلات، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. وحده كما يحكى بغات تمشي للعرس، مشات زوقات وعدلات وكرات وشرات انتا مول الخير. ملي مشات للعرس دخلت باش عجبها هي زينت وعدلت باش يشوفوها، هي جات كيصوروها هادي هادي، مات فلان بنت فلان، لا عجيب عجيب، والله عجيب عجيب عجيب، امرنا عجيب والله العظيم. نعم يا احباب، هذاك السيده كما قلت لكم سكسفت عليها وما خلات ما عملت. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت المراه من بيتها متعطره فهي كذا. المراه لا خرجت بشي زينه ولا عامله شي حاله ولا عامله الريحه والمكياج والى غير ذلك، وخرجت من الدار ديالها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فهي كذا. وانت شرحيها راسك اختي، شرحيها راسك. رسول الله، رسول رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى، قال لك فانت كذا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احباب، سيدة عدلت عليها وانت مول الخير، فهمتي ولا؟ قال لك ها ميميش ها كورنيش هكذا عدلات. وهذا كيمشيو الفلوس، الفلوس كيمشيو في الخاوي، سير عطيهم مع شي مسكين ولا شي درويشه، عطيهم لا تاكل ولا تغدى. كاين ناس مساكن ما لقاو غدا على الله وعشاء على الله، واخا سيدة كساس راسها بما يغضب الله عز وجل، ربي ساخط عليك. طب فلوسك والله عز وجل ساخط عليك، نعوذ بالله. فالسيده دخلت لهذيك الحفله والناس بداو يتجمعوا كذا، وحد الساعه ملي بغات الحفله تشعل قضيه يعني تزوهر، وهذه كما كيقولوا هما كما كيقولوا نايضه، ملي بغات تنوض جاء امر الله عز وجل، الضو مشى. حتى هذا صنع المخلوق، صنع المخلوق يكون محدود، الضو مشى، الضو ما كايناش. واش هاد دير يلا الضو مشى، هذاك تائهه مسكينه
بقات كتاكل في يديها هطقطق هطقطق، والسيده لبست عليها باش تبان في المناسبه ويشوفوها بالذهب وكذا، والضو مشى ما يشوفوش هذيك الزينه ديالها، حتى الضو مشى، حتى الساعه هي تخرج برا، خرجت برا، ملي خرجت كتشوف واحد الضو في السماء، يعني القمره ولا شافت شي نجمه، شافت الضو في السماء، وهذاك نعم هذيك القمره عاطيه الضو ساطعه الضو ديالها ما شاء الله، هي حتى هي ذكيه، شوف شوف ملي كيبغي الله عز وجل يفتح على شي واحد ولا شي وحده، قالت له من صاحب هذا الضو؟ قالت له من؟ شكون صاحب هذا الضو هذا؟ شوف ملي كيبغي يجي الايمان ملي كيبغي فهمتي ملي كيبغي يدخل الايمان القلب، الله اكبر، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نعوذ بالله، شو ربي سبحانه وتعالى، أومن أفمن كان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، نعم، قالت له من صاحب هذا الضوء؟ شكون مولى هذا الشيء هذا؟ شكون؟ أما شكون هذا؟ أوريوني شكون مولى الضوء؟ قالوا لا الله، قالت له إذا يعني إذا كان مولى الضوء هو الله، إذا حق علينا حق عليه أن يعرف، خصنا نعرفوا هذا الله هذا، خصنا نعرفوا هذا الإله، خصنا نعرفوا صاحب هذا الضوء، إذا خصو يتعرف، إيه ولا عرفتيه راه باينة، لا عرفتيه راه تعبدو، إذا عرفتيه راه تطيعو، لا عرفتيه هتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واش كلام واضح ولا ما واضحش؟ حيت حنا شنو المشكل اللي وقعنا مع ربي؟ ما عرفناش القيمة لرب العالمين قسما بالله، نقولوا هيدا هو ربي قالها، اش قال رب العالمين؟ وما قدر الله حق قدره، ما قدرناش الله، دابا شي واحد كتجيبك معاه كتكون خارج من المحيط ديالك، وشي واحد كيبغي يدحى عليك ويبان عليك ويتفوص عليك، وانت كذا وهذي كتقول له المسخوط، وسيري المسخوط ما عرفتيني شي واقيلا، وانت ما كتكون يعني معروف في الحي ديالك يعني كيحترموك الناس وكذا، فهمتي؟ وصحيح وكذا وكتجيبها كما كنقولوا، كتقول له سير بحالك فهمتي؟ هو ما عرفش القيمة ديالك، نعطيو مثلا واحد مثلا شي رئيس ديال شي مصلحة مثلا في الشرطة ولا فهمتي؟ وشي وزير، وواحد خرج فيه وخدامي كيبان عليه وكذا وهذي ومالك وهذي، واصقع ولا الوزير هذاك الله يهديك، اسقط اسقط الله يهديك، وهي هذي راه هادشي اللي وقعنا مع رب العالمين. ولهذا الامر سهل سهل، غير نتصالحوا مع ربي، اذا تصالحنا مع رب العالمين الله اكبر يبدل لنا السيئات بالحسنات ويعفو عن كثير، هو قال لنا واخو سيادة مكان كنحييكم على ساحل البحر، هذا محبكم وحبيبكم عمر ابو حفصه وزينب بن عليك، حييكم تحيتي دائما وابدا لكل المحبين ولكل المؤيدين، آن الأوان حتى أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء آخر إن شاء الله.